لو حد تعبان ازاي يقدر يعبر عن مرضه او تعبه دوت بالانجليزي؟ ده اللي هنشوفه في الموقف اللي جاي، وزي ما احنا متعودين هنتفرج وهنترجم ونفهم مع بعض ايه اللي اتقال. Hey bro, how are you doing? I was so worried about you. Don't worry man, I'm a bit better now. I just caught cold. Oh, did you see the doctor? Yeah, and he prescribed me an antibiotic and some pills for the cough. Are you okay? Yeah, but the cough caused me a chest pain. Oh, I hope you get to feeling better soon. Thanks man, I really appreciate it. Never mention that. طيب نمسك جملة جملة ونفهم معناهم ايه ونترجم ايه اللي اتقال. الموقف عبارة عن واحد بيزور صديقه العيان وبيطمن عليه، فبيقول له Hey bro, how are you doing? Bro هنا معناها اخ او اخويا، زي يا صاحبي، يا نجمي، يا شيء، الحاجات اللي احنا بنقولها لبعض ديت. فهي الجملة هنا معناها ايه يا اخويا عامل ايه. وبعد كده راح مكمل وبيقول له I was so worried about you. انا كنت قلقان عليه جدا. فالتاني رد عليه وبيقول له Don't worry man, I'm a bit better now. يعني ايه don't worry man؟ يعني ما تقلقش يا معلم. man هنا مش بمعنى يا راجل، او هي زي يا صاحبي برضو يا اخويا والحاجات دي، يعني هو بيقول له يا برو، فالتاني بيقول له يا مان وكده يعني. فبيقول له don't worry man، ما تقلقش، I'm a bit better now، يعني انا بقيت احسن شويه دلوقتي. bit هنا يعني احسن شويه، bit يعني شويه، وbetter يعني احسن، فانا دلوقتي بقيت احسن شويه. وبعدين بيكمل بيقول له I just caught cold. يعني ايه؟ يعني انا بس جالي برد. وهنا كوت هو الفيرب اللي بيجي مع الكولد اللي هو البرد، برد يعني كولد. ولما تيجي تقول انا جالي برد او انا هيجي لي برد او حد جاله برد يعني بتتقال catch cold. فالتاني راح قايل له did you see the doctor؟ يعني هل انت شفت الدكتور؟ شفت مش معناه ان انت بصيت على الدكتور، لا، يعني قابلت الدكتور، رحت للدكتور يقول لك مالك وكده يعني. فقال له yes and he prescribed me an antibiotic. يعني ايه؟ يعني يقول له ايوه، وكمان وصف لي مضاد حيوي. يعني prescribed معناها يصف، بيصف وصفة بتيجي مع الدواء، مش زي describe. describe هنا انت ممكن توصف اي حاجة، بوصف شخص معين، بوصف منظر شفته، بوصف اي حاجة، لكن prescribe بتيجي هنا مع الأدوية. an antibiotic معناها مضاد حيوي. وراح مكمل كلامه بيقول له and some pills for the cough، وشوية pills. البيلز دي اللي هي الدواء الحبوب او البرشام او الأقراص. فبيقول له and some pills وشوية أقراص أو نوع من الأقراص for the cough. الكاف اللي هي الكحة أو السعال باللغة العربية. فهو هنا بيقول له إيه؟ إن هو وصف لي مضاد حيوي وشوية أقراص للكحة اللي عندي دي. فالتاني بيقول له إيه بقى؟ Are you okay؟ لما لا بيكح كيف؟ أنت كويس؟ وملهوف بقى عليه Are you okay؟ فرد عليه وبيقول له هو بيكح وتعبان كده Yes but the cough caused me a chest pain. أيوة بس الكحة سببت لي caused me a chest pain، ألم في الصدر. فالتاني رد عليه وهو متأثر جدا بصاحبه التعبان قدامه دوت وبيقول له Oh I hope you get to feeling better soon. I hope you get to feeling better soon معناها أتمنى إنك تشعر بتحسن بسرعة، إنك تتحسن بسرعة. فالتاني قال له Thanks man I really appreciate it. يعني شكرا يا مان، تاني برضو انا مقدر جدا اللي انت بتعمله معايا دوت وزيارتك والكلام ده. appreciated it هنا تقول لي it دي عايدة على مين؟ it هنا عايدة على كل اللي هو عمله معايا، ان هو زاره وبيسأل عليه وملهوف عليه وكل الكلام ده. فهو I really appreciated، انا مقدر جدا اللي انت بتعمله معايا دوت. ففي الاخر رد عليه وقال له never mention that، يعني ما تقولش كده، احنا فيش بينا الكلام دوت، يعني زيارة المريض واجب، ده انت صاحبي حتى، ما ينفعش تقول كده. بس كده. وفي الاخر التاني راح مروح بيته، وده راح مكمل لهم في السرير. ونقول ربنا يشفي كل مريض، وان شاء الله حالتنا كلنا تبقى احسن ويعدي الشتاء ده على خير. المهم نيجي للفقره المهمه المنتظره، وهي الايديوم اوف ذا داي. والايديوم بتاع النهارده هو sick as a dog. sick as a dog. في الحقيقه انا مش عارف احنا مستقصدين الكلب ليه. خليك قاعد كده زي الكلب، خليك كده عطشان زي الكلب، خليك كده جعان زي الكلب، خليك كده عيان زي الكلب. لا بهزر، مش معناها كده، معناها انا عيان جدا جدا جدا، مش زي الكلب ولا حاجه، يعني الكلب بريء من اللي احنا بنعمله فيه بصراحه، بس هي معناها انا عيان جدا جدا. زي مثلا last week I didn't go to school because
I was as sick as a dog. Last week, I didn't go to school because I was as sick as a dog. الأسبوع اللي فات أنا ما روحتش المدرسة لأني كنت تعبان جدا جدا جدا. بس كده، ده كان فيديو بتاعنا النهارده. تنساش لو عجبك تعمل لايك سبسكرايب وتشير عشان أكبر عدد من الناس يستفيد. وألف سلامة لكل مريض. سلام.